النهارده ان شاء الله هكلمكم عن ايه التحاليل اللي بيتضمنها الفحص الشامل الدوري. كتير من الاطباء بينصحوا ان الناس بالذات بعد سن معين، يعني بعد سن 40، يكون في بيريودك تشيك اب، يعني فحص شامل بشكل دوري، وليكن كل 6 شهور او كل سنه. الفحص ده طبعا جزء منه بيتضمن تحاليل، وجزء تاني بيتضمن شق تاني من الامر. بالنسبه للجزء التحاليل اللي هي سواء كنت حضرتك فوق سن 40 او عندك اي مشكله عاوز تطمن على نفسك لسبب او لاخر، ففي مجموعه من التحاليل في حد ادنى منها يعني ممكن نعملها، وممكن طبعا نزود، هتكلم عن ده في خلال الفيديو ده. اول تحليل مهم ان احنا نعمله وهو تحليل البول الكامل وتحليل البروز. دول تحليلين ببساط، بالمعمل هيديك كوبايتين وبيكونوا متغطيين طبعا، وبيطلب منك ان انت تجيب العينات ديت، وبعد ما بتعمل العينات ديت بتديها للمعمل فورا. يفضل طبعا ان يكون الحصول على العينة في يعني خلال حمام بتاع المعمل، ولكن لو كان ده صعب خاصة بالنسبة للبراز بيبقى يمكن مش سهل، يعني ممكن تجاب العينة بسهولة، فبتعملها في البيت وبشكل فوري بتنزل على طول توديها المعمل. تاني حاجة مهمة هو بقى بتتطلب بوجودك في المعمل وتدخل فني المعمل اللي هو بيقوم بالسحب، هيسحب منك عينة دم بيوزعها على مجموعة من الأنابيب عشان يعمل منها كذا حاجة. أول حاجة وهي التحليل أو صورة الدم الكاملة. صورة الدم الكاملة دي ده تحليل طبعا مهم جدا جدا جدا، وتحليل روتيني، فطبعا بالتالي بنتضمنه، يعني هو تحليل روتيني في الحالات المرضية، ولكن حتى في حالة التشيك اب لازم يكون متضمن في هذا الفحص الشامل. تحليل صورة الدم الكاملة بيديني فكرة عن خلايا الدم المختلفة، اللي هي طبعا كرات أو خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. خلايا الدم الحمراء وطبعا في كم حاجة كده ليها علاقة بيها زي الهيموجلوبين والمعاملات المختلفة، وعدد طبعا خلايا الدم الحمراء من خلالها بنقدر نحدد وجود الأنيميا ونوع من عدم. الحاجة التانية هي خلايا الدم البيضاء، وهي المسؤولة عن المناعة، ومن خلالها بنقدر نحدد او تدينا فكرة يعني غير محددة، يعني نون سبيسيفيك، عن وجود عدوى او لا، وممكن نوعها كمان يعني مع طبعا وجود تحاليل اخرى. الشيء الثالث وهي الصفائح الدموية، وهي مسؤولة عن تجلط الدم بعد النزف، حالة طبعا وجود مثلا فتحة في يعني تعوير او حاجة في الجلد، ودي اللي بتساعد او هي احد العوامل اللي بتساعد على حدوث الجلطة ووقف النزف. هي طبعا فهي بتديني فكرة عن الجانب ده. فصورة الدم الكاملة تحليل سريع جدا بالمعلومات، فهو ده اول حاجة بتتعمل من التحاليل اللي في الدم. تاني حاجة بنحب نبص على الايد بشكل عام، واهم حاجة في الايد ان احنا نعمل ناخد فكرة عن سكر الدم. طبعا ممكن بس نكتفي بان احنا نعمل سكر دم تراكمي، وده اللي انا افضله، بيدي فكرة عن سكر الدم وانتظامه في خلال الفترة السابقة من 2 لـ3 شهور. ولكن في بعض الناس بتعمل سكر صايم وفاضل، انا لا افضل ذلك، لان ممكن في اللحظة اللي هيعملوا فيها التحليل يكونوا كويسين، خاصة ان التوصيات في قياس السكر مش بتبقى ليها علاقة باللي بيحصل ده. يعني التوصيات العامة هو ان السكر الصايم يكون صيام ليلا اوفر نايت على الاقل 8 ساعات،
والسكر بعد اكل ساعتين بيكون وزن تحليل اسمه اورال جلوكوز توليرنس تيست، او بتعمل كيرف يعني رسم بياني او منحنى للسكر طبعا جرعه قياسيه، وبيكون في تحضير المريض قبلها بكذا يوم وامتناع عن بعض الاشياء، وطريقه الاكل تبقى بطريقه معينه انسو ده ما بيحصلش. فهو الطريقه الاعتماد عليها مش ستاندرد بايس، بلس ان تحليل السكر التراكمي مش محتاج سيروم وهو عينه واحده، ف يعني دي اسهل وخلاص. يعني ال ADA يعني المنظمات العالميه بدات ان هي تعتمده كشيء من تشخيص السكر، وده بنوصي بيه الناس بالذات اللي عندها تحليل او عندها يعني عوامل خطوره اعلى انها تبقى بتعمله مره في السنه مثلا. فهنقول ان هو يبقى انفولد في تحليل فحص المكان. حاجه كمان برضو يعني يفضل انها تبقى متضمنه في التحاليل الكامله، فحص الكامل الشامل، وهو تحليل سرعه الترسيب او الاريتروسايت سيدمنتيشن ريت او الاي اس ار. ده برضو يعني لازم تبقى محدد من اول ان انت عاوز تعمله، عشان ده لي يعني انابيب مختلفه وطريقه مختلفه، وبيدينا فكره عن حدوث التهابات او لو في التهابات مزمنه او كده. فيعني هو برضو يعني نون سبيسيفيك الليبس بروفايل او البروفايل الخاص بالدهون، وده بيتضمن تحليلين الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية. بالنسبة لو حامل بس كوليسترول كلي ودهون ثلاثية هبقى محتاج صيام، لأن الدهون الثلاثية بتتطلب الصيام. لو حامل بروفايل كامل الكوليسترول بأنواعه اللي هم إن احنا نعمل بقى الكوليسترول منخفض الكثافة والكوليسترول عادي الكثافة، فدول هيحتاجوا ان احنا يكون في الصيام، لان ليه كده كالكوليشن معينة. كمان بنحب نبص على وظائف الكلى الكليتين، التحاليل يعني اتليست بنعمل الكرياتين سيرم كرياتين، والغالب معظم الناس يعني لو اختصرت تعمل كرياتين بس، لكن معظمهم يعني ممكن يعملوا يوريا وكرياتين او البولينا والكرياتين. لكن طبعا وظائف الكلى اكتر من كده بكتير. كمان ممكن بنضيف ليهم حمض البوليك عشان نشوف اذا كان في املاح النقرس او لا، وبرده ده بيدي انعكاس برده على وظائف الكلى. وظائف الكبد، التحاليل اللي بتخص وظائف الكبد كتيره جدا، لكن لو انا عاوز اعمل واحد بس هختار انزيم ال ALT او اللي هو، لكن طبعا ممكن نعمل الاثنين ال ALT وال AST. لكن ال AST ما هوش يعني ما هوش ليفر سبيسيفيك، بيعلق في حالات تانية زي مشاكل القلب او العضلات. برضو لو حبينا نزود ممكن نعمل بروتينات، نعمل البومين، ممكن بنعمل زمن الترومبين وغيرها من الحاجات. يعني في كذا حاجه بترفلكت وبتدي انعكاس على وظائف الكلى، ولكن دي الحاجات زي ما قلنا اللي هي سكرينج. بنحب برضو نبص على وظائف الغده الدرقيه لان هي المسؤوله عن الايض بشكل عام، فبتدي انعكاس على حاجات كتيره في الجسم، وممكن الانسان ما يبقاش منتبه ليها زي مثلا الاحساس بالحراره او البروده، التعب العام، التعرق العصبية احيانا او الاكتئاب وغيرها. وممكن يكون يعني الانسان مش منتبه انها ممكن تكون القصة مش الا غير كده يعني. فلو هنعمل حاجة واحدة، في ناس بتعمل تي اس اتش بس اتش وفري تي 3 وتي 4 وفري تي 4. لو في عوامل خطورة او سابقة اصابة او كده ممكن نبدأ نعمل تحاليل دلالات الاورام بقى بانواعها المختلفه، الافافيتوبروتين، السي اي اي، حاجات بتاعه البريست وبتاعه الاوفيليان، البي اس اي اللي هو بتاع البروست سبيسيفيك انجين بتاع البروست،
بس هو انا قلت عندي يعني فيديو ليها قبل كده ان الحاجات دي برضو نون سبيسيفيك، مش بتزيد، ما اقدرش استخدمها في التشخيص خالص، وما بتزيدش في الحالات الكانسرز بس، لكن ممكن تزيد في حالات بيناين وفي حالات اخرى ملهاش علاقة بالحاجة اللي احنا بندور عليها. فهي مش ايه يعني لازم يعني ابص لها بالدقة شوية، وانا لا افضل انها تكون موجودة في التحليل. الحاجة كمان اللي ممكن نضيفها بالذات في الناس بقى اللي ممكن تكون يعني old age او بتشتكي من مشاكل المفاصل وكده، انا ممكن نعمل ANA، ولكن I don't recommend يعني ان هو يكون involved، خاصة ان هو اصلا يعني مش هيديني معلومات دقيقة. بس في ناس بت involve في ال screening ده. اكتر الناس ما بتفكرش انها تعمل تحاليل او تروح للدكتور الا لو هي تعبانه، ومش بس لو هي تعبانه، ده لو كمان الحاله زادت في حدتها قوي. الحقيقه برضو فكره الفحص الكامل ديت يعني بلاش يعني نتوسع فيها قوي، يعني بلاش قصه ان احنا نحط تيومر ماركرز، دلالات الاورام، او نغوص في اشياء كتيره، عشان ده بيسبب يعني التوسع في التحاليل ممكن يسبب قلق وتوتر، وده اصلا هيرفع الكورتيزول ويقلل المناعة ويدخل الشخص بقى يتعب اكتر. بلاش ان يعني مش كل حاجة يعني مهمة او ان احنا نحطها. الحاجات البسيطة اللي انا قلتها دي بتغطي معظم الحاجات المهمة في الجسم، وبتدي فكرة عن الحاجات المهمة، ومش كل حد يعني لازم يعني يبقى يقعد يعني لا تسألوا عن أشياء انتوا دراكم تسوقكم يعني. وكمان احنا في يعني في دولة مثلا رغم ان يقتص من موظفين الحكومة تأمين صحي، لكن طبقة منها بالذات الأطباء مثلا ما بيستفيدوش من هذا التأمين، وأكتر الناس هم أو غيرهم بيروحوا لعيادات برا ويدفعوا كمان أدوية وكده. لكن طبعا لو في تأمين صحي حقيقي وتأمين صحي شامل، فهو هيغطي فكرة الفحوصات ديت، لأن هيبقى ده سيستم إن أنا لازم يعني التفكير الاستباقي إن أنا أو الطب الوقائي إن أنا يعني أبدأ إن أنا أقي الناس ابتداء، وإن أنا أعمل early detection لأي حاجة عشان يعني يبقى في بعد اقتصادي للموضوع، وعشان المستشفيات طبعا ما تزودش بالمرضى وقصص كبيرة. لكن أصلا ده مطبقش في مصر، فكل واحد يشيل نفسه بالنفس. بس ده اللي حبيت يعني ايه استرس عليه في القصة في السكرينينج ده. دي تحاليل سكرينينج يعني مسح، بعمل مسح كده للحاجات المهمة في الجسم، لو لا قدر الله في أي مشكلة ما في أي نتيجة من دي، ده بيتطلب بقى مزيد من التحاليل والفحوصات، ونبدأ بقى ايه نغوص أكتر في القصة ديت عشان نعرف معلومات أكتر. اتمنى ان انا اكون وفيت الموضوع، وان انا اكون قلت لكم معلومات مفيده. يعني بفكركم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، تاكدوا انه عن الكل، بليز بليز تاكدوا ان جرس التنبيهات على الكل. بشكركم على حسن استماعكم، والى اللقاء.